السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نقدم لكم واحد الكيك اللي كتجي رائعه في المذاق يوميه، يعني تقدري تحضريها في واحد الوقت قياسي بزاف بزاف بزاف، وكتجي زوينه وكتجي هشيشه بزاف وبنينه وفاسكه من الداخل، تتعجب الكبار وغتعجب كذلك الصغار. بقاو معايا حتى الاخر تشوفوا المقادير والطريقه نتاع التحضير. بالنسبه للمقادير هنايا، وانايا كنوجد وانايا كنديرهم في الخلاط وانا كنقولهم معكم حيت اصلا قلالين ومتوفرين في كل بيت. عندي هنايا بيضه وحده، عندي كاس ديال العنبه هو باش غادي ندير جميع المكونات، عندي هنايا كاس ديال سنيده اولا السكر الحبيبات، بنفس كاس ديال العنبه غادي ندير كاس عامر ديال الحليب، كاس عامر ديال سنيده وكاس عامر ديال الحليب، كذلك كاس ديال الزيت المائدة، اللي بغى يدير هذا الشيء في مولينكس يديرو، اللي بغى يديرو بالباتور يطلعو بالباتور بحال بحال، ما كاين حتى شي فرق. عندي هنايا فانيا، انا كنفضل هذه الفانيا هذه ديال اكبيل، عرفتي راه خطيره، جربوها راه زوينه، هي راه بحال هي راه حتى هي فانيا، ولكن هذه الفانيا اكبيل عرفتي راه كتعطي واحد المذاق رائع للكيك، بنينه بنينه بزاف وزوينه. فانيا، واللي بغى يدير شي منسم اخر من غير فاني يديرو. هنا غادي ندير واحد الرشه ديال الخل، كتخلي الكيكه كتجي مهويه ومنفسه من الداخل وخفيفه وهشيشه. غادي نطرب جميع هاد المكونات مع بعضهم في الطراب هنا ديال مولينكس، كما قلت لكم يا اما طربوهم في مولينكس كلهم يا اما ديروهم في الخلاط اليدوي، يا ربي في الخلاط الكهربائي. نخلط هاد المكونات مزيان قد ما كيتخلطوا مزيان في مولينكس اولا قد ما كطلعوهم بالباتور مزيان، كتعطي داك القوام كيجي خاطر وثقيل بحال الا طلعتي البيض بوحدو بحال هكا، كيجي طالع هذاك مع المكونات من تخلطوا مع داك البيض كيجي طالع هذاك الخليط وكيجي ثقيل احسن من الا طربتيهم بيدك. هادشي هو اللي كيخلي هانتوما لاحظوا دير بحال شكل المايونيز كيجي ثقيل، هادشي كيعطي هاد القوام، هذا هو اللي كيخلي الكيكه تجي مهويه ومنفسه من الداخل، ما كتجي لا مدقسه لا حتى شي حاجه. صافي هنايا فمون ديال الزاج اللي انا اختاريت مون ديال الزاج دائري، غادي ندير الكيك ديالي. صافي هاد الخليط دابا غادي نضيف عليه خمارات حمرين، زوج خمارات حمرين، وغادي نضيف الدقيق، زوج خمارات حمرين والدقيق، وبطبيعه الحال على حسب الليمون اللي عندك، الا كنتي غتستخدمي شي ليمون اللي كبير تقدري ديري ثلاثه الخمارات على حسب. انا هاد الليمون عندي كبير، ولكن يعني كنهضر على الناس اللي كيستخدموا القالب الكبير ديال الفران، حيت كاين الناس اللي كيديروا كيكه عائليه كبيره بزاف. زوج خمارات حمرين، غنعاود نخلط هاد المكونات مع بعضهم باش ندخل هذيك الخمارات هما الاولين، عاد غادي نضيف الدقيق. بالنسبه للدقيق انتما غادي نضيف الكاس الاول، غادي ندير بعدا زوج كيسان ونشوفوا الخليط واش تقال ولا لا، على حساب كل واحد الدقيق اللي كيستخدم. درت انا دابا غير زوج كيسان وغادي نطرب ونشوف، خاص غير الكيك يكون كيعطيك رقم 8 باش تعرفي انه الكيك راه يعني صافي راه ما خفيفش بزاف، حيت الا كان ثاني الخليط خفيف راه الكيكه تطلع في الفرن تطلع وكتعاود تفش غير بوحديتها. انا درت زوج ديال الكيسان وهاني كنخلط حتى نشوف فين وصلت. هانتوما الخليط ديالي باقي خفيف، شتو باقي خفيف، غادي نضيف عليه كاس ما عامرش. هانتوما بالنسبه للكاس اللي غادي نضيف، هانتوما ما عامرش حتى الفوق، ماشي نص كاس، قولك كتر من نص كاس. غنخلط دابا ونشوف، كنكافي مزيان حيت انا هاد الكاس اللي عندي بالكاس الكبير هو باش درت جميع المكونات الحليب الزيت وسنيده وكل شيء. هانتوما الكيك ديالي كيفاش كيجي هذا الشيء كله، حيت كل المكونات الاولين تخلطوا بمولينكس كيجي هذاك تيجي عاقد هذاك الخليط الاول. هانتوما مادام تيكون ليا رقم 8، دابا غادي نديبلاصي الكوزينه باش نوجد الكيك ديالي، والفران راه غادي نشعلو. المول اللي اختاريت انا زجاجي دائري غادي ندهنو بالزبده
وغادي نرشو بالدقيق كما قلت لكم. الفران هاني عاد شعلته، ما كنشعلوش مده كثيره، كنشعلو صافي حتى كنبغي نخشي الكيكه عاد كنشعلو على حراره ديال 200 درجه، وكل واحد فران، وانا الفران عندي فران ديال الطو كندير فيه 200 درجه. صافي دابا بعد ما دهنت المول ديالي بالزبده ورشيته بالدقيق، غادي نصب من بعد الخليط ديال الكيك. شفتوا الكيك كيفاش العاقد هذاك الخليط؟ غادي نهبط هادشي اللي بقى بالسباتول، اوبس تحلات ليا سمحوا ليا. صافي دابا غادي ندخل الخليط ديالي على حراره ديال 200 درجه من الاسفل فقط حتى يطلع، عاد غادي ندير تحت وفوق. كاينين الناس اللي كيبقاو كيسولوا على الطريقه ديال التبره على حساب انت والفران اللي عندك، وكاين ماشي مشكله انا غنشارك معكم. دابا غادي نديرها على حراره غير من التحت 200 درجه. دابا غندوزو باش نصوبوا الصوص باش غادي نسقيو الكيكه. عندي هنايا نص كاس ديال سنيده ونص كاس ديال الحليب، بطبيعه الحال العبار بكاس ديال العنبه، نص كاس سنيدة، نص كاس ديال الحليب، ثم نص كاس ديال الزيت. غنخلط هاد ثلاثه ديال المكونات في مولينكس مع الكاكاو. بالنسبه للكاكاو اللي درت انا هنا كاكاو المر، واخا بعض المرات اغلبيه كندير كاكاو الحلو. نتوما غندير معلقه واحده كبيره فقط، وغادي نخلط جميع هاد المكونات في مولينكس. صافي دابا هاد الخليط ديالي غادي نوضعو على جنب. هانتوما شتو كي كيجي مع الزيت كيجي عاقد. غنوضعو في زلافة ولا كاس كبير وغادي نخليه على جنب حتى طيب الكيك ديالي. هانتوما كيف ما كتشوفوا الكيك دابا راه طلعت تبارك الله ما شاء الله. غادي نشعل عليها تحت وفوق وغادي نخليها. الكيك ديالي بعد ما طابت ها هي باقي سخونه، هانتوما شعتي مفشفشه وزوينه وما شاء الله ريحتها غزاله بهذيك الفانيلا عطيتكم عرفتي سخونه ما بغاش يتهز سخون. بغيت نوريها لكم عن قرب، ها هي شفتوا كيفاش كتجي غزاله زوينه زوينه بزاف. عطيت نتمنى انكم تجربوها. صافي دابا هي باقي سخونه، غادي نشكل ثقاب يكونوا شويه كبار، نحاول نكبرهم شويه باش نسقيها باش تشرب مزيان هذيك الصوص من الداخل. هاكا كتجي الكيكه فازقه ما كتجيش ناشفه. صافي دابا غادي نوزع هاد الصوص كلها، اللي بغى يزيد يدوب فيها حتى الشوكولاط يدوب فيها الشوكولاط حتى هي كتجي زوينه.
دابا غادي نوزع هذيك الصوص باش تدخل في جميع هذوك التقيبات بهذه الطريقه. هذه ثم نقرب معكم باش تشوفوا. صافي دابا غادي نخلي الكيكه على جنب وغادي ندوزو باش نصوبوا الكريمه اللي غادي نديروها فوق الكيك. انتم في كسرونه فيها الحليب. بالنسبه للحليب انا الكميه اللي درت هي انه نص سترو، هزيت منه فقط الكاس اللي درت في الكيكه وداك الشيء اللي بقى هو اللي درت دابا في الكريم، يعني نص سترو قل الكاس. ولكن حيت انا المون عندي هذا هو القياس، الا كان عندك المون باقي فيه لاسباس ديري نص سترو كامل او تقدري ديري اكثر من نص سترو. غادي ندير 3 المعالق ديال سنيده حيت انا كنبغي الحلاوه، اللي بغى يدير اقل يدير اقل، كل يدير الكميه ديالته في الحلاوه اللي كيبغي. وغادي نضيف عليها الكريم باتيسري 3 المعالق كبار عامرين. هنا عندي انا هاد المعلقه الصغيره، ولكن انا عارفه قياسي اللي كندير. بالنسبه للقياس ديال الكريم باتيسري بالمعلقه الكبيره 3 المعالق كبار عامرين. صافي غادي نخلط بالفوي جميع هاد المكونات مع بعضياتهم. غادي نوضع هاد الخلط ديالي دابا فوق النار وغادي نبقى كنطرب فيه حتى يعقد وغادي نرجع معكم. ها هو الخليط ديالي بعد ما عقد فوق النار. دابا غادي نجيب سباتول وغادي نديرو فوق الكيك قبل ما يزيد يعقد اكثر. غادي نسرحو وغادي نزوقو معكم الكيك. كيف ما كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك، زوقتها برق باللوز مهرمش ومحمر. ها انتم الشكل ديالها كيفاش كيجي، كتجي رائعه. شكرا بزاف على المشاهده حتى الاخير، نتمنى انكم تدعمونا باللايكات ديالكم وشكرا وعواشر مبروكه.